اهلا بيكم في فيديو جديد من قناتكم ايجيبشن جيمرز وولد وحلقه جديده وجنشن امباكت. يمكن الناس بتطلب جنشن امباكت مهمات، ولكن احنا المهمات بتكون طويله قوي وهتبقى الفيديو يا اما طويل يا اما هتبقى فيديوهات كتيره. النهارده قررنا ان احنا ننزل جنشن امباكت، هنزل لكم اكتر من وحش. النهارده هيكون ريون سيربنت او التعبان اللي موجود في ريونز، وهنشوف المكان بتاعه بالظبط فين. طبعا بنفكركم بهدفنا ان احنا نوصل ل 5000 مشترك، فاي حد بيتفرج علينا مش دايس على زرار المتابعه يدوس عليه وكمان يفعل زرار الجرس. نبدا الحلقه بتاعتنا. طبعا هنتكلم الاول عن المكان وايه استخدام الريون سيربنت. يمكن الهدف الرئيسي بتاعنا ان احنا نجيب او نقتل الريون سيربنت ليه؟ عشان الريونيك فانج. الريونيك فانج دي احنا بنستخدمها في تطوير ناس كتير جدا. يمكن في حاجات بتبقى مرتبطه بكاتيجوري معين او بعنصر معين من العناصر، ولكن الريونيك فانج دي نقدر نستخدمها في اكتر من هيرو لاكتر من اليمنت من الاليمنتس الموجودين او من العناصر اللي موجوده. مكانه فين؟ مكانه طبعا موجود في تحت الارض، ولازم نبقى عملنا المهمات، لان هدف رئيسي من ان احنا نقتله، احنا ممكن نقتله طبعا من غير اللي احنا هنشوفه في الفيديو، ولكن يعني هيكون الاسهل واللي احنا بنوريها لكم الطريقه الاسهل. طبعا ان احنا هنكون وصلنا زي ما انتم شايفين كده، احنا بنعرض برضو ناس من الناس اللي هنقدر نطور بيهم. الهدف الرئيسي بتاعنا ان احنا نجيب اليومن ستون دي ونطورها لمستوى 2 اقل حاجه. طبعا انا معايا مستوى 6، طورتها الى مستوى 6، ولكن هي اقل حاجه لازم تبقى معاك مستوى 2. ليه بقى مستوى 2؟ لان احنا هنشوف استخدامها جوه المعركه نفسه بيكون عامل ازاي. طبعا احنا هنا في شزام تحت الارض، بعد ما بنخلص المهمات بنمشي شويه في المهمات وبناخد اللوم ستون وبنطورها لمستوى 2، نقدر بقى نروح نلعب براحتنا الريون سبارتن سيربنت عفوا، ونروح نقدر نقتله. طيب من اهم الشخصيات اللي موجوده اللي لازم نلعب بيها هي نويل. اعتقد ان نويل يمكن موجوده مع ناس كتير، او طبعا يعني هي نويل يمكن انا من الشخصيات اللي معايا انا هتكون اسهل شخصيه من الشخصيات اللي موجودين. يمكن انا لسه فاتح كمان شخصيات تانية، ولكن هنفهم ليه احنا بنستخدمها، لان هي كمان في تكسير العناصر او تكسير الطوب او تكسير الجواهر اللي موجودة بتكون احسن شخصية موجودة يمكن يعتبر في اللعبة، تمام، اكتر من اي حد. بقية التيم احنا هنختار التيم اللي موجود. يمكن انا باخد كوكي للقدرة بتاعت العلاج بتاعتها، ممكن حد تاني يستغلك الثلاثة التانيين، مش هتفرق يعني، هو على حسب القوة بتاعة الشخصيات اللي عندك، ولكن الشخصية الرئيسية هي نويل، عشان كده يمكن احنا حاطينها رقم 1. في خلال الفترة دي انت تقدر تضربه بسهولة جدا، هو بيطلع وبينزل، ولكن هنستنى لما يعمل الاربع اشكال اللي في الجنب دول، تمام؟ ناخد بالنا ان احنا عندنا اليوم ستون معانا موجودة اهي، نقدر نستخدمها طبعا بالزد. طبعا لو حد بيلعب من على الموبايل هتكون ظاهره له برضه، يمكن الانترفيس نفسه هيبقى مختلف عن الموبايل، طبعا الناس كلها اللي بتلعب على الموبايل. وناخد بالنا فوق عداد الصحه او القوه اللي موجوده في علامتين منورين كده من وسط الست علامات اللي موجودين او السبع علامات اللي موجودين. طبعا هو بمجرد ما بيغطس تحت الارض احنا نخرج بره الدايره بتاعته، لان هو زي ما انتم شايفين كده هو بيعمل دوامه. الدوامه يمكن ما بتاثرش فيها قوي، لكن بتشدني لجوه. هنبتدي بقى هنا نشوف الاستخدام. الاستخدام بتاعه ان انا اجي وادوس على الزد جوه المنطقه. طبعا انا هنا لما دخلت وقفت جوه المنطقه السوداء ابتدت تقلل اللايم ستون. ازاي اقدر اشحن اللايم ستون؟ زي ما انتم شايفين كده بكسر العلامه اللي موجوده او الطوبه اللي كانت موجوده دي، عشان كده يمكن هنا استخدام نويل الرئيسي. في خلال الفترة اللي هو بيقعد يحاول يضرب فيها والكلام ده احنا نقدر نضربه، احنا كده كده بنتأثر بضرباته، ولكن هو ضرباته مش قوية قوي، هي صعوبته في انك بتاخد وقت عقبال لما تقدر تقتله، تمام؟ زي ما انتم شايفين هو كل اللي بيعمله ان هو بينزل تحت الارض ويطلع تاني. ناخد بالنا من قصة النزول تحت الارض خالص، عشان هو ساعات كتير لما بينزل تحت الارض لما بيختفي كده يبقى يا اما هيطلع من جنب المكان نفسه اللي فيه العلامات دي، تمام، الدوزنج
كونكشن دول، وزي ما انتم شايفين بمجرد ما بندوس على الزد وبنضمه الاثنين هو بيقع في الارض، وبيبقى فرصه كويسه جدا ان احنا نقدر نضربه باي من الشخصيات اللي معانا اللي بتعمل دامج جامد. بمجرد ما بيختفي هيبتدي يطلع تاني ويبتدي يكمل او يعمل الاربع النقط السود اللي بيبقوا في الجناب، تمام؟ زي ما انتم شايفين كده هو هينزل هيبتدوا يطلعوا. انا لو دخلت مشيت في وسط الماده دي، تمام، هتبتدي الريون او عفوا اليوم ستون هتبتدي تفقد طاقتها، فانا هدفي ان انا تفضل معايا اكبر كميه. زي ما انتم شايفين كده دي الميزه بتاعت نويل. يمكن انا نويل عندي مش شخصيه قويه عشان كده ما استخدمهاش يمكن في الضرب نفسه جوه المعركه نفسها، ولكن هي استخدامها الرئيسي في ان انا اكسر الطوبه اللي بتطلع اللي بتدي طاقه لليومستون، تمام؟ بس هو ده استخدامها الوحيد. بينزل تحت الارض، بهرب على اساس ان هو لو هيعمل الدوامه، ما عملش الدوامه بقوم رايح على الناحيتين، بعمل دي بالزد وبعمل دي بالزد، خلاص كده هو وقع. بيديني فرصه كويسه جدا ان انا ابتدي اصيبه او ابتدي اضربه باي حد بيعمل دامج جامد. طبعا انا الشخصيات اللي عندي برضو الدامج بتاعها لسه ما اتطورش، ان احنا يمكن الشخصيات اللي عندي يمكن سي 2 سي 3، وحتى الليفل بتاعها يمكن لسه حاجات في الخمسينات والستينات برضو. يعني انا عشان ما بلعبش اللعبه كتير، هي طبعا محتاجه واحد يفارم كتير او يلم موارد كتير ويبتدي يطور نفسه عشان يقدر يطور بقيه الشخصيات. زي ما انتم شايفين كده هو في خلال هذه الفتره نقدر اضربه، ولكن يستحسن ان طبعا لو هاجي اضربه هضربه من وراء الشخصيه. هنا اعتقد انه هيعمل الدوامه ولا لا؟ لا ما عملش الدوامه، هو طلع عشان يبتدي يستخدم القوه بتاعه الاوزنج، تمام؟ و نقدر هنا ندمرهم، ومجرد ما دمرناهم نفس القصه بالظبط، بيبقى تكرار. هي الفكره كلها ان احنا بنحاول نقتله باسهل طريقه، ودي يمكن اسهل طريقه، الموضوع مش صعب خالص. ممكن حتى لو مستوى القوات بتاعتك او العناصر بتاعتك مش قويه قوي، هتقدر تمشي بنفس السيكونس ونفس الطريقه اللي احنا بنلعبها دي عشان نعمل نفس الضرر اللي احنا بنعمله، تمام؟ طبعا لازم يبقى يستحسن يبقى معانا شخصيه بتعمل هيلينج، سواء بقى باربرا سواء يمكن انا بستخدم كوكي عشان يعني الشخصيه نفسها قويه، بحسها قويه مع العلاج بتاعها ان هي تقدر تعالج من غير حتى ما تبقى هي المختاره. هنا برضو لما نزل تحت الارض ابتدى يعمل الدوامه. ناخد بالنا ان الدوامه بتاثر في الصحه، ولكن مش قويه قوي، يعني مش بالقوه اللي هي هتموت، ولكن يستحسن ان احنا نخرج منها، تمام؟ هنا هو استنيته لما يروح برضو عند نفس المكان، وهروح استخدم لايم ستون في ان انا ابتدي ادمر الاثنين وابتدي اضربه بنفس الطريقه. وطبعا ناخد بالنا ان هنا طبعا على حسب بقى العناصر نفسها هنبتدي نشوف الضرر اللي بيحصل. يمكن هنا خد ضرر كتير لان انا استخدمت الثلاث شخصيات اللي معايا اللي انا جايبهم عشان يعمل بيهم ضرر. يمكن نويل زي ما قلت شخصيه هنا انا بستخدمها في الضرب بتاع الطوبه او الجوهره اللي هي اللي ورا دي عشان بس نقدر نشحن اللايم ستون عشان نقدر نستخدمها بعد كده في ان احنا ندمر الاوزن، ومجرد ما بندمر الاوزن هو بيختفي او هو بيقع وبنقدر نضربه بسهولة. هنا طبعا زي ما انتم شايفين انا مش محتاج ان انا ادمر الطوبة نفسها اللي موجودة اللي بتديني الطاقة، لان انا كده كده زي ما انتم شايفين الشحن موجود تحت فوق الهيلث بتاعتي، فانا هقف اعالج هنا كوكي وهنستنى لما يطلع عند اخر، يمكن دي اخر مره هنستناه فيها، لان ساعات طبعا لما باجي ادمر واحده بيموت، ولكن هو المفروض ان انا هدمر الاثنين اللي موجودين، وبمجرد ما يمكن هضربه يمكن المره دي هتكون دي اخر مجموعه او اخر ضرب، وبمجرد ما مات خلاص انا طلع لي كده الجايزه. هروح طبعا
اروح افتح لي لاين بلوزم اهو، وهنشوف كده اريونيك فانج هو ده المطلوب بتاعنا، هو ده هدفنا اصلا من ان احنا نروح الريون سربنت، وطبعا بقية الحاجات اللي موجودة معاه. دي كده كانت الحلقة بتاعت النهاردة، معرفش هل هيعجبكم جو ان احنا نلعب وحوش معينة، يمكن عشان بيجيلي اسئلة كتير على وحوش معينة، فعشان كده قلت نبتدي في السلسلة بتاعت جوش امباكت، ان احنا بنجيب الوحوش واسهل طريقة لقتلهم ازاي. ده كده الفيديو بتاع النهارده، استنونا ان شاء الله في فيديوهات تانية من جنش امباكت، وبنفكركم كده واحنا بنقفل الفيديو بتاعنا ان احنا عندنا هدف نوصل ل 5000 مشترك، فاي حد بيتفرج علينا مش دايس على زرار المتابعه يدوس عليه وكمان يفعل زرار الجرس، واستنونا في فيديوهات تانية من قناتكم ايجيبشن جيمرز وورلد.